طبعا عايز اظبط دلوقتي اشتغل مع السكشننج اللي هنا دي خالص، عايز اغير السكشننج او السكشنات اللي موجود عندنا ديت. فقوم جاي قايل له ايه بعد ما عملنا الكونتينر ده، مع انه ما عجبنيش قوي، حاسس ان هو فاتح قوي يعني، اعمل كده اف ريفريش، يا نهار اسود ارجع تاني ارجع تاني خليه زي ما كان ماشي الى حد ما يعني مش عاجبني لحد ما ماشي. تظبط الالوانات دي، انا قلت لكم الالوانات دي اذواق يعني، وما ادراك ما الاذواق. ممكن تقوم مريح دماغك خالص وعامل كده تقول له انا لون من دول عاجبني هاش، واقوم دايس على دي واقول له هات لي لون مثلا، اللون ده حلو ده صح؟ اللون اللي تحت ده اسود؟ لا لا السي اتش 29 اللون ده كويس. نشوف هيطلع ازاي على الشاشه. معقول؟ لا جميل ماشي شغال شغال خلاص ماشي. المهم ما علينا يعني. السكشن بقى احنا عملنا كذا سكشن، كان عندنا الصفحه متقسمه سكشنات اصلا. قلت له اي سكشن عندك ما ينفعش يلف ويبقى جزء فوق زي ما معمول كده، يا ده سكشن ده يلف كده، ده سكشن ينزل له كلمه كليك مور ديتيل دي كانت تبع السكشن اصلا. ازاي تلف كده وتكمل تحت طالما تحت فاضي والكلام ده ما ينفعش. انا عايزها برضه تشتغل كبلوك، كل واحده منهم تشتغل كايه؟ كبلوك. اقوم عامل كده بلوك. خد بالك بقى من اللي هيحصل دلوقتي. يبقى السكشن ده يبقى بلوك على بعضيه، والسكشن ده يبقى بلوك، وده يبقى بلوك. الامبورتنت انفورميشن ما فيش بلوك على فكره، كانت اسايد صح؟ كانت اسايد. فالاسايد كده المفروض لو انا قلت له بقى فلوت ليفت يبقى الاسايد يجي ايه؟ ليفت. بس انا ممكن اعمل بلوك واقول له بلوك مثلا، احدد الويتس بتاع البلوك دوت، اقول له عرض البلوك بتاعك مثلا وليكن 60% من الصفحه. وكان هناك 25 لا يبقى كتير قوي، خليه 50 مثلا في المية من الصفحه. يبقى كده معناه انا عايز عايز هنا للينكات 25 وعايز الاسايد هنا كام؟ ويبقى ده كده ال 50 صح؟ مثلا تعالى نعمل ريفريش. اطلع لا ايه ده ايه ده صغير قوي ال 50 ما انا عشان اوسع للي جاي بعديه حسب الكونتنت هيطول معاك طالما ان اللي لسه قدامه حسب الكونتنت. المهم يعني هنظبطها دلوقتي ان شاء الله. طبعا العنوان ده جاي مع عشان ده هيدر برضو بتاع البلوك. قلت له ماشي هو لسه ما اتظبطش قوي، بس انا عايز اقول له برضو فلوت فلوت ليفت، يعني انت على الشمال واي حاجه تيجي تيجي على يمينك. يعني انت واخد 50 طب لسه فاضل بتاع 20، شوف ايه غير السكشن يجي على ايه؟ يعني طبعا كان بعد السكشن ثم سكشن ثم سكشن، وكان في اسايد، والاسايد كده هيجي على ايه؟ على اليمين صح كده؟ فما قايل له نوت ايه؟ اعمل ريفريش تمام كده. طبعا لسه السكشن ما اتظبطش، اولا الهيدر بتاعه لازق في الهيدر اللي فوق ونفس اللون فعامل منظر عجيب والدنيا مش متظبطه. لكن النوت الايه؟ دي جت هنا على الشمال اسايد على جنب ماشي. لسه هنبدا نتكلم عليه، بس الصفحه بدات تتلملم شويه ها ولا ايه؟ بدات تقرب للوضع اللي احنا عايزينه. طيب انت برضه شايف ده حلو قوي اللي احنا بنعمله دوت في الضياع، بس واحده واحده. خلاص؟ اقول له ماشي، على المهم احنا ظبطنا السكشن. لو انت شايف ان دي اتزنقت قوي ممكن تقلل السكشن شويه. خليه 50 او 55. ماشي كده كده معقول. ماشي؟ طب تمام. بعد السكشن هبدا اظبط بقى، كان عندي ارتكل ولا ايه؟ مش احنا كنا ببص على السكشن عشان بس افكركم، انا عارف انتوا نسيتوا. كان السكشن بيتحط جواه ايه؟ ارتكل واثنين وهكذا صح؟ ده كله دي كلها كان السكشن. وقلنا لك 50% وحط الاسايد حواليك صح؟ اما المربع ده الصغير ده كنا عاملينه ايه؟ دي ارتكل لوحديها. وكل المربع ده عامل لوحده ايه؟ الحته لغايه هنا ده كله دي ارتكل ايه؟ لوحدها. فانا عايز اتكلم على الارتكل ارتكل بقى اللي هو كده الحته دي كده على بعض الحته دي المربع ده الارتكل دي اهي اهي. لو مش فاكرين الديزاين اهو ده كان كله اللي ورا ده سيكشن، لكن دي على بعضها اسمها ايه؟ ارتكل صح كده؟ فقول انا عايز اظبط خصائص بتاعت الارتكل، اقوم رايح هنا
بعد ما ظبطنا السكشن بتاعنا هقول له ارتكل اي ارتكل تقابلك هتظبطها بالشكل ده. ايه هو؟ قلت له اولا انا عايز لها باك جراوند كلر مختلف. قال لي هو اللون؟ قلت له مثلا هاش اي اي اي. خلاص هتلاحظ بقى ليها لون ايه منور سن عن اللون اللي احنا مختارينه، ولا مش واخدين بالكم في اختلاف؟ ادوركم اسود عشان تاخدوا بالكم، بس يعني مش لازم يعني، بس مش هخليه اسود طبعا اهو، بس احنا مختارين الوانات قريبه من بعض برضه عشان ما يبقاش الدنيا ايه الدنيا صعبه يعني. خلاص بعد ما اخترنا اللون ده قلت له ديسبلاي بلوك، كل واحد منهم يعتبر برضه ايه عشان على اساس ان هو بلوك. خلاص بعد كده المارجن بتاعت الهوامش، عايزك تشوف شويه هوامش كده على البسيط 10 بكسل، والبادنج عايزك برضو تسيب لي شويه بادنج كده قبل البوردرات بتاعتهم برضو مثلا بتاع 10 بكسل برضو عشان نوسع كده. عايز كل انت تلاحظ ان احنا كنا كانت الدنيا ايه في واسع من فوق وفي واسع من تحت وفي واسع ما بين كل شيء وشيء، صح؟ عشان كده عملته من كل الجهات كده ايه 10 بكسل في البادنج وفي المارجن، في البادنج وفي الايه وفي المارجن. قوم سايب وارجع نعمل ايه ريفريش. حلو لاحظ طبعا بقى في حتى هنا فرق ما بين التنين اهو. خلاص انتوا الالوانات قريب عندكم، انتوا مش عندكم مش واضحه عندنا واضحه. نخلي الباك جراوند اتقل. ماشي الباك جراوند مش كانت دي؟ مش كان اللون ده؟ نختار ده. لا ده لا هات ده. واضح كده؟ لا هو هو ايه؟ خلاص كلام جميل. ماشي بقى عندي كده تو ارتكلز هم موجودين، دول ارتكل الاولانيين. عايز اعمل حاجه ثانيه، حاجه اسمها لو احنا بصينا كده هتلاقي ان البوردر بتاعنا شايفين عامل ازاي؟ في كيرف من على الاطراف، في زاويه ريديوس. خلاص فانا هقول له انا عايز اعمل كده، فاقول له في خاصيه اسمها بوردر داش ريديوس، واقول له الريديوس مثلا وليكن عايزين نخليه مثلا على سبيل المثال 10 بكسل مثلا، واعمل ريفريش. ايه اللي حصل؟ شايفين بدا البوردر بتاعنا يبقى فيه ايه؟ في المنظر بتاع اللي احنا عايزين نوصل له ده. حلو جميل. عايز تزوده طبعا، لو انت زودت طبعا هيبدا يزيد، يبقى الدرجه اوضح، هتبقى كده. ماشي خليها كده بس بلاش قوي عشان ما ايه بلاش منظرها بايخ، لان الحاجات بتبقى شكلها شيك لما تكون بس بسيطه لمسات، مش عشان تقول انا بعرف اعمل كيرف فتقوم قاطم الورقه كلها، مش لازم قوي يعني. خلاص حلو تمام. بس برضه الخاصيه دي من الخصائص الجديده برضه اللي ممكن ما تلاقيهاش برضه مدعمه، لازم احط لها برضه ايه ايوه الموز وايه تاني الويب كيت. عايز ان احنا بنعمل موقع بقى للفواكه وكده، ويب كيت داش، وماخد نفس الخاصيه اللي ايه اللي فوق ونفس القصه، بس ايه داش موز داش. خلاص كده دي الايه دي كانت البوردر ريديوس. خلاص عايز اعمل لها برضو شادوينج كده، كان في ظلال كده بس مش باينه الظلال والله، اللون اللي ورا كان غامق والظلال ما علينا، لكن ممكن نزودها احنا شويه بحيث تبقى باينه يعني شويه. فممكن اقول له خواص بتاعت الشادوينج ممكن اخدها من فوق عشان ما اقعدش اكتب الثلاث خواص. ممكن حدش بيرد؟ ممكن او واخد كده من فوق، ادي الايه الشادوينج اللي كان فوق البوكس شادو. وارجع اعمل ريفريش. شغال تمام، بدا اتحسن من الوضع شويه. تمام كويس قوي. بعد كده عايز اظبط شويه خصائص غير الشادوينج، مثلا ممكن يعني اروتيته، بس مش هتلاقيها تبقى مبالغ فيها شويه ارتكل. ممكن الصوره بتاعته تبقى فيها روتيت شويه، ماشي الصوره اللي بتتعرض ماشي، تبقى مثلا مايله سنه شويه يمين شمال شمال مش مشكله.
لكن ما اقدرش ان انا هيبقى شكلها وحش لو انا عملت روتيت للارتكل ذات نفسه. احنا خلاص عرفناها يعني عشان يجي يقرا تلاقي الكلام ملوح يعني. بس ممكن تنفعك في حاجات تانية تبقى ارتكل بس ارتكل صغيره كاعلان يعني. ممكن تحط ارتكل هنا صغيره كده بس مايله كده كاعلان تبقى ممكن تكون شكلها كويس. وتحط لها صوره من فوق اللي هي زي الدبوس كده وبيعملوها كده ساعات كتير جدا. تلاقي ورقه كده محطوطه ومعمول لها دبوس بس هي المفروض معمول لها برده روتيت. هي برده ديفاي عاديه جدا معمول لها ارتكل وليها تايتل وليها كلام بس معمول لها ايه روتيت. فالكلام بيلف مع حسب الروتيت اللي انت عامله بيبقى روتيت خفيف يعني. ما علينا. لو ليه؟ يبقى تديها اي دي وتيجي انت معامل هاش اي دي اللي اسمها كذا اعمل لي كذا فيها. خلاص كده وصلت. طيب برضو الهيدر كان ليه برضو شغل. الهيدر بتاعنا ده كان برضو عايزين برضو يبقى ليه البوردر بتاعه كان يبقى مائل زي ما احنا شايفين كده في الصوره عايزين نوصلها. كان برضو الهيدر ماله البوردر بتاعه برضو كان ليه ميل. لو كان ليه ريديس بوردر ريديس يعني كان في بوردر ايه بوردر ريديس وبرضو عايزين نوسع ما بينه وما بين اللي فوق واللي تحت يعني. فاقول له خلاص انا عايز اعمل برضو خصائص للارتكل للهيدر اللي جوه الارتكل. الهيدر اللي جوه الايه الارتكل اللي موجود عندي هتعمل ايه في الهيدر اللي موجود جوه الارتكل بتاعك؟ قلت له اولا انا عايز اعمل له بوردر ريديوس فاخدهم كوبي من فوق هنا عشان ما اقعدش ايه اكتب الثلاثه تاني. فاقول له بس مش 20 يعني خليه ايه ماشي 20 خليه زي اللي فوقيه. كلام جميل خلاص كده. فيها مشكلة؟ وبعد كده ممكن اقول له بادنج بس عشان يوسع مثلا 10 بيكسل مثلا. اعمل انتر. لا 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 كفاية في البادنج 5 مش 15 لا 5 هيعمل فيش يعني على حسب بقى كل واحد بقى وجهة نظره بقى معقول ولا مش معقول. بتالي 5 كده معقول شوية ولا ايه؟ يعني ماشي ممكن نبقى نظبطها 3 بتاع مش مشكله يعني. خلاص. وممكن برضو نخلي الكالر بتاعها مش عايزينه برضو زي بقيه الهيدرز عايزينه انه ايه ابيض صح. فاقول له اللون ايه ابيض طالما اي هيدر جوه الارتكل يبقى لونه ايه ابيض. اشوف ما عملش حاجه. معنى كده ايه بقى اللي حصل بقى ما عملش حاجه ليه؟ لا يبقى في عندنا كونفليكت بقى. يبقى في عندنا كونفليكت. يعني ايه كونفليكت؟ يعني في حاجات دخلت مع بعضيها. فبقى في عندك مثلا ممكن يكون ده مثلا شوف تعال نشوف فيري فريش فروت دي ايه مشكلتها. عشان ساعات كتير جدا الواحد بينزل حاجه من على الانترنت ويبقى ديزاين ويغير فيه وما بيغيرش. هو ما بيغيرش ده بس في كونفليكت في التغيير. يعني مثلا دي تعال نشوف كلمه فيري فريش فروت دي. تعال نعمل فايند على فيري فريش فروت دي. لا اهو اي هيدر اهي بس عشان اتش 3 ممكن يكون احنا كنا مظبطين الاتش 3 تاخد ديزاين الاولويات ومظبطين الهيدر ياخد ديزاين. فهو يختار مين اللي هو من جوه لا الاقرب تخصصا الاقرب تخصصا مش الهيدر الاقرب تخصصا مين اتش 3 فياخد اللي في اتش 3 عشان تلاقي تنسيق ايه فممكن نقول له طب خليها اتش 2 كده. تعال نعمل ريفريش هتلاقي برضه مدين خصائص ل اتش 2. طب وبعدين نهرب فين طيب؟ اتش 4 ده اتش 4 عملها لنا زي اللي فوق. عندنا اتش 4 عندنا خي لا وحش اتش 5 قلت له ماشي. وممكن اروح بقى في الستايل شيت صح؟ ثواني بس في الستايل شيت ده مش كنا عاملين اتش 1 واتش 2 واتش 3 واتش 4 صح لا؟ ممكن اقول له يا عم خلي اتش 5 لما تقابلها خلي الفونت سايز بتاعها مثلا 24 فهي تبقى اتش 5 بس انا ايه غيرت حجمها بس انا غيرت ايه؟ حجم كلامها. اعمل ريفريش والعب بره ارجعها تاني اتش ايه؟ لا ازاي؟ احنا ما غيرناش اتش 3 ايوه معلش اتش 5 بقى يبقى اتش 5 هتيجي كام؟ 24 ارجع اعمل ريفريش يا نهار ابيض
البادنج والحاجات دي نخليها زيرو، ارجع تحت بادنج كنا عملنا خمسة خليها زيرو بادنج خالص. دي مارجن دي صح، دي مارجن اخلي برضو المارجن بتاعتنا ايه ما غيرتش، معنى كان المارجن برضو اكيد اتعارض في حته تانية. يا نهار ابيض، كله تعرض مع بعض في الاخر، عاملين ندي خواص احنا ومرحرحين على الاخر. احنا قلت لك كده في الاول، قلت لك ايه انت عملت في الاخر جدي بتاعت الكده دي مش 3 و 4 ماشي. ممكن نشيل المارجن بتاعنا، يبقى معناه برضو المارجن الهوامش متعارضه. ثواني بعد اذنكم، شلت الهامش اتش 5 بالنسبه لي عامله لي مشكله صح، قلت له خلاص مش عايزها اتش خالص، ما تحطهاش اتش، خلي الهيدر هو اللي يتحكم فيها بلاها اتش. قال لي كده حلو، قلت له ايوه، وانا احدد بقى الحجم الخط، وانا اجي في الستايل شيت واقول له هنا اقول له الفونت داش سايز، وانا احدد بايديا ان هو 24 بكسل صح كده ولا ايه؟ لازم ادور على صرفه ما اعرفش، ارجع نعمل ريفريش كده بقت معقوله، كده بقت معقوله ولا مش معقوله؟ حد بيرد عليا يبقى شكلها معقول، يعني معقوله تقريبا، يعني ممكن اعملها بولد ماشي. حد فاكر الخاصيه اللي بنعملها بولد اسمها ايه؟ فونت ويت، فونت داش ويت، عاملها ايه؟ بولد، وارجع نعمل ريفريش. حلو، ايه تحتيها اللي هي ايه؟ ايوه بس كانت محطوطه جوه اتش، شيل الاتش بتاعتها هتتغير. مش الارتكل دي خلاص اهي، شوف الارتكل الثانيه هتلاقي بقى الهيدر كان محطوط جوه اتش برضه، اقول له لا بلاش ايه بلاها اتش، واعمل ريفريش خلاص كده. طب كليك فور مور ديتيلز، كبرت كده ليه؟ وريني كليك فور مور ديتيلز دي. كانت على اتش 5 واحنا غيرنا اتش 5 كبرناها فكبرت دي، تقول لا ارجع ارجع في قرار الاتش 5 ده، ارجع بسرعه في الاتش 5 دي. اهي كنا عاملينها فونت سايز 24، فونت سايز 24 الاتش 5 كتير قوي، شيله وخلي الاتش 5 العاديه، ريفريش خليها العاديه خلاص كده. تقريبا كده وصلنا اهو، تمام ماشي. بعد كده عندنا ايه؟ بعد ما ظبطنا الخصائص بتاعه الارتكل هيدر، عايزين نظبط الفوتر، الارتكل فوتر صح ولا ايه؟ اقول له ارتكل فوتر، وانا ارتكل فوتر برضو اعمل له ريدياس وبادنج زي اللي فوق بالظبط صح؟ طب اعمل له بوردر واعمل له ايه؟ بادنج كوبي بيست خلاص، بس ممكن نخلي بادنج ايه؟ 5 كده، وارجع اعمل ريفريش. نعم؟ ما ادينالوش لون. ليه الفوتر ما خدش لون في الخلفيه؟ مش معنى الهيدرز، احنا عملنا هيدرز بس ليها لون في الخلفيه. فين الهيدرز؟ الاول عملنا الهيدر بس، عملناه بلوك ووايت و... طب ما تقريبا والفوتر يبقى نفس الكلام صح؟ مفيش ولا حجم مختلف ولا حاجه، اخد كوما وكاتب ايه؟ فوتر هنا، وارجع اعمل هنا ايه؟ ريفريش. يا نهار ابيض على السنين البيضاء. ده اتش حاجه. البادنج بتاعتها كبرت ليه كده؟ مع اننا مفيش. تعال نبص، تعال نبص على الفوتر ماله، بص على الفوتر بس. الفوتر كان اتش 5، احنا شلنا كل اتش 5 بس كان لينك، بس كان لينك صح؟ قلت له ماله؟ طب احنا اصلا ظابطين تحت هنا، هو ظابطين البادنج على 5 خليها على 0. اعمل ريفريش. ايوه كده، لا خليها 0 وخليها 2 كده. ايه ده؟
كمان ايدك فرطه قوي كده ليه؟ شيل المارجن، يمكن المارجن هو المؤثر قوي. مارجن يا راجل انت مالك يعني ايه؟ لينك نفسه بس احنا مديه مش لكل لينك، مدين اللينكات اللي جوه الناب بس، محددين اللينكات اللي جوه الناب، مش محددين اللينكات العادية. قلت له خلاص مؤدبين كده، هنضطر ان احنا عايزين نظبطها بس بتيجي حجمها كبير قوي. قلت له خلاص يعني هو ممكن يكون بسبب تأثير الهيدر هنا وظبطناه مع الفوتر. قلت له خلاص انا هظبط الفوتر يدوي لوحدي، ممكن يكون هو اللي عامل لي مشكله صح، فاظبط نوت الفوتر لوحده، اخد الالوان والبلوك والكلام ده كله اظبطه تحت مع الفوتر على بعضيه صح. وجاي هنا قايل له اهو بالشكل ده، ظبطت له الباك جراوند وبلوك ووايت والتكست اونلاين. تعال نعمل ريفريش، شيل بلوك، بس تكست اونلاين وباك جراوند. انت عايز ايه اللي مزعلك؟ ممكن نخلي اللينكات هي اللي تاخد بقى مارجن بقى حواليها. يعني ممكن اقوم جاي هنا قايل له ايه، ايه بس كده حره، او ممكن اقول له ايه لما اكون جوه فوتر صح، اقول له فوتر يكون جواه ايه، قال لي هتعمل ايه، قلت له ساعتها اعمل لي المارجن بتاعته 2 بيكسل مثلا، وارجع اعمل ريفريش. هو مش ايه جوه فوتر، لا هو ما كانش ايه جوه فوتر، هو كان جو ايه، هو كان فوتر جوه اتش 5 جوه الاتش 5 ايه لينك صح ولا ايه؟ انا كنت بصيت لكم اهو، كان فوتر جوه الفوتر اتش 5 وجوه الاتش 5 ايه، عشان كده هو ما لقاش ايه جوه فوتر على طول. لازم اقول له يا دي الخنيقي، لازم اقول له اتش 5 يعني، يبقى كده معناه ايه؟ ايه لما اكون جوه اتش 5 جوه فوتر، خلي المارجن 2 بيكسل، اعمل ريفريش ما حسيتش. قلت له خلي المارجن 5، اعمل ريفريش ما وصلش. قلت له خلي كل اللينكس طالما مش جوه ناب، اعمل ريفريش يا راجل. ده ايه ده، انت معاندنا ولا ايه؟ الايه؟ عاملين ايه؟ معلش سمعني عشان اعرف. يمكن هو كده كده اكيد في حاجه متعارضه هي اللي مخليه ما يحسش بالموضوع. في خاصيه من الخواص اللي عاملين نحطها دي، نحط عاملين نظبط احنا عاملين نحط خصائص، في خاصيه اتعارضت مع الخصائص اللي احنا بنعملها. بس هي ايه بقى؟ لا بص معناها ايه اللي موجود يعني. واحنا كنا عاملين ايه هنا؟ عاملين البلوك عملنا بلوك وشلناه. اتش 4 نافيجيشن عاملين له بلوك. نافيجيشن بقى لينكس بقى عليه. سيكشن الارتكل. الارتكل هيدر. الارتكل فوتر. ماشي يعني. مش معقول واحد بيكسل تضرب الضربه دي. خلي طب المارجن هو الواحد والبادنج زيرو. المارجن مش حاسس بيه خالص، معناه ان في مارجن مؤثر عليه. بدا ياثر. ليه تهرس من فيه؟
واحد بتضرب قوي. خلاص 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 جات لي فكره تانية، ممكن نكبر حجم الخط شويه، تكست سايز تقريبا هتيجي زي ما احنا عايزين برضو. اللي حصل ده عملت ايه؟ مش قلت تكست سايز؟ ايوه تكست سايز عادي. اه فونت سايز، ماشي اسف فونت سايز مش تكست سايز، فونت هو مش عايز يقبل ليه. واعمل ريفريش، صغر بقى الاول البادنج ده خالص، خليه زيرو. مشوها كده ماشي، يعني كبرنا الحجم فكبر الحجم بتاعه. اه بس ماشي. على العموم انا برضو كنت عايز الفوتر اللي تحت يحصل فيه كده، اللي هي بتاعه 2012 مش عارف ايه والكلام ده. ما انا برضو اي فوتر هيحصل عليه الكلام ده، مش بس الفوتر بتاع الارتكل صح. اشيل كلمه ارتكل كده وارجع اعمل ريفريش. لسه القصايد بس هيزق اللي حواليه ده عشان يقدر يتظبط، لكن تقريبا كده بقى نوصل ان اه ده الفوتر برضو خد نفس النظام من تحت، والفوتر ده خد نفس الشكل. ماشي لسه برضو ما خلصناش شغلنا، احنا كده عملنا الفوتر العادي بس عايزين برضو نعم الفوتر بتاع الصفحه. ما هو الفوتر بتاع الصفحه كذا انا كده خلاص كتبت فوتر خلاص بتاع الصفحه والعادي وكله على بعضيه خلاص كده. طيب عايزين نظبط القصايد. اللي هو بتاع مين؟ اللي هو الجانب ده صح؟ اللي هو الجانب ده. أول حاجة أقولها له القصايد، أقول له الديسبلاي بتاعتك عبارة عن إيه؟ ديسبلاي بلوك، عشان مش عايز حاجة تلف حواليك. أرجع أعمل ريفريش، أنا مش حاسس بحاجة بس إحنا عارفين إن هو اتقسم كده حواليه إيه؟ حواليه بلوك خلاص؟ طيب عايز أقول له عرضه، أحدد له العرض، العرض بتاعه يبقى طبعًا 25 يعني ويبس، عشان إحنا كنا مدين 50 ومدين 25 و25 صح؟ ايوه ده 20، ده 20 مش 25. ماشي اعمل ريفريش طبعا. لا كده مش هيلقط كده، احنا في حجم زايد طالما نط كده ورجع تحت يبقى احنا مزودين. طب اعمل 55 و25 يبقى ده 20 صح؟ 19 مثلا. على ممكن كده هو خليه يعني حجمه مثلا ماشي 15. ما تنساش برضو عمالين نعمل بادنج ومارجن والكلام ده كله بيزود الحجم بتاع الحاجه، فبيمكن يكون بياخد من حجم الصفحه ذات نفسها، ما هو مش قادر يجي يتفعص ومش قادر يجي. 12 مش اكتر من 10 بقى، انا هنرج. ممكن عرض الصوره موقفاه تالي ما جاتش لسه عرض الصوره، ممكن يكون دي الكلمه دي ذات نفسها معديه الحجم صح. قلت له خلاص مش مهم نحدد له الويتس، هو كان بيحط نفسه على الويتس اللي باقي، هو كان بيحط نفسه على الويتس اللي ايه؟ على الويتس اللي باقي، مش مشكله خلاص. انا بس عايز اعمل فلوت ليفت برضه ما جابهاش. ماشي ارجع اعمل ريفريش، هو ظابطها كده يعني ماشي. بس ما تنساش ان احنا عندنا مشكله في الفوتر ذات نفسه، الفوتر ذات نفسه انا عايز ازقه، الفوتر ذات نفسه انا عايزه ينزل مع الصفحه تحت. حد فهمني انا اقصد ايه؟ يعني عايز الفوتر دوت يبقى تحت في الصفحه، ما يبقاش كده نازل تحت كده. لو انا زودت دول اثنين، دول بلوكين، افترض انا عايز اخليهم ثلاث بلوكات او اربعه، هنعمل ايه؟ فاهمني؟ طيب طب يبقى انا كده لو جيت على الفوتر ذات نفسه، الفوتر ذات نفسه ما ده بيتطبع على كل الفوترز صح؟ ما حدش بيرد عليا. لو جيت قلت له مثلا ايه؟ قلت له كلير بول. كلير اولا، كلير يعني ايه؟ كلير العكس فلوت، فلوت يعني مين بيلف حوالين مين صح؟ كلير معناه ما حدش يلف حوالين مين. فلما اقول له بوز ما فيش حاجه تلف عليه ولا يمينه
ولا شماله ولا حاجه تلف يمينه ولا حاجه تلف ايه يعني هي فلوت عكس مين عكس الكلير معناها ما تلفش يمين او ما تلفش شمال اما اقول له بولد معناها ايه مفيش حاجه تلف حواليك على الاتجاهين مفيش حاجه تلف عليك حواليك على مين على الاتجاهين اعمل ريفريش طار ينزل تحت عشان مفيش حاجه تلف حواليه على الاتجاهين خلاص كده فكده انا حليت الايه المشكله بشكل تاني ان انا قلت له خلاص خليها ايه خليها كلير بولد يعني حاجه تلف على يمين ولا تلف على شمال هو يلف حوالين حاجه ولا هو يلف حوالين ايه اول حاجه في الصفحه بتاعتي خالص خلاص كده ولا كده انا ايه يعني ريحت دماغي من القصه بتاعتي لون اللينكات بقى العادي عشان اللينكات دي برضو شكلها كده وحش صح عدده في الاخر لون اللينكات العاديه فاقول له الايه اللينكه العاديه خلاص عايز لها بس لون ابيض انا شايف اللون الابيض هو الازرف يعني اللينك بشكل عادي فاقول له كلر اللون هيبقى لون الكتابه هيبقى ابيض خلاص اما ايه في الحاله هوفر لما اكون واقف فوقيها ممكن نغير لون الكتابه من الابيض الى اي لون تاني خلاص انا مش هعمل حاجه غير ان هو بيتحول بس يشيل الخط اللي تحتيها بس خلاص فاقول له تكست ديكوريشن هقول له ايه نون مش عايز اندرلاين ولا اي حاجه او ممكن اخليها كلها بصراحه ما ينفعش تحتيها خط يعني اخليها كده دايما ده بيبقى يعني الناس بتحب تبقى كده ما يبقاش تحتيه خط لكن لما يقف فوقيه ينزل يطلع يظهر الاندرلاين ينزل مين الاندرلاين بيبقى شكلها ازرف يعني لو كده عملنا ريفريش ادي اللينكه بتاعتنا لما اجي اقف فوقيها بقى بيظهر مين لا يظهر اهو عندنا احنا بس لا بيظهر خلاص كده تمام بس طبعا اللينكات دي تحول لونها انا كنت عايز بقى مالها غير لونها عايز كلمه مين منيو يبقى لونها ايه يعني نفس اللون ده يعني طب احنا تقريبا كده ظبطنا الشكل بتاعنا الى حد كبير فاضلنا بس المين منيو اللي انتوا عايزين تغيروا اللون بتاعها تخليه نفس اللون ده فاقوم رايح اشوف المين منيو اصلا موجوده في الاتش ام ال فين فايند على كلمه مين ايه اهي اتش 3 جوه ناف هل احنا ظابطين حاجه جوه اتش 3 جوه ناف عم بص على الناف كده اهي كنا ظبطنا اللون احنا كنا ظابطين اللون ده عايزين تظبطوها اللون التاني اقوم جاي منه جايبه ايه باللون ده يبقى كده ياخد نفس درجة اللون دي صح؟ اعمل ريفريش تمام كده؟ بس في حاجة كمان كان في عنوان هنا تقريبا اتشفط اهو ده نروح نشوفه ده عشان يظهر ده اللي اختفى مننا ده الغلبان ده خلاص؟ اللون ده عايزين نظبطه نشوف بس انه اللي هي فور فريش اند فري فروتس ديت هي دي كان اتش 4 صح؟ تعال نروح نشوف اتش 4 احنا خربنا فيها ايه؟ مام اتش 4 لا مش اتش 4 مش دي دي اتش 2 دي اللي هي فور فريش اند فري فروتس ديت فين اتش 2 في اتش 2 هنا بالسايز وفي هنا اتش 2 مع اتش 3 ياخدوا اللون ده قلت له لا مش عاجبنا اللون ده خالص ما تعال نجرب كده شوف هيحصل ايه خليه بوم في وشنا اقول له خليه ابيض كده وارجع اعمل ريفريش غير دي بس غير دي كمان عشان دي كانت اتش 3 فاتغيرت معاها قلت له خلاص افصل ما بين التنين افصل ما بين التنين ارجع كده يبقى الفونت اتش 3 ودي اتش 2 اهم صح الالوانات اختلفت نبقى نقول لهم معلش كل واحد تاخد لونها لوحديها المارجن مشتركين ماشي والتكست الاين مشتركين ماشي لكن اتش 2 عندنا اتش 2 عايزين تطلع لنا باللون ده اما اتش 3 اتش 2 تظهر لنا بالابيض صح؟ اما اتش 3 تظهر لنا باللون ده فكده قسمنا ليه الالوانات دي ارجع اعمل ريفريش ما حسش بحاجه ايه ده؟ اتش 2 تظهر باللون ده واتش 3 تظهر باللون ده اكيد في كونفليكت حاجه ثانيه بتنادي وبتاثر
هي اللي بينادي بناء بيأثر. احنا لسه في الاول بنتكلم على اتش 2 واتش 3، دي اقل حاجه، اقل مرحله اساسا، المفروض ما فيش حاجه تاثر عليها. يا عم في هيدر جواه اتش 2 اخر حاجه اهو، اقول له الهيدر اللي جواه اتش 2 هي اللي تاخد لون ابيض صح كده؟ يبقى انا هرجع دي اقول له يا عم مش عايزين اللون هنا ابيض خالص ولا عايزين اللون هنا، خلاص رجعه زي ما كان واخليه مع اتش 2 واتش 3 زي ما كان، مش كان كده اصلا؟ خلاص، واقول له خلاص اتش 2 لما اكون جوه هيدر صح كده، اتش 2 لما اكون جوه ايه، جوه هيدر، اعمل لها اللون ده. اتش 2 لما اكون جوه هيدر عايزها ابيض انا صح، اتش 2 لما اكون جوه هيدر عايزها ايه، ابيض. الحمد لله ادي بقى باللون بتاعها العادي، والاتش 2 اللي جوه هيدر هي اللي اتحولت الى لون الايه، الابيض، بس بعد ايه، بعد عذاب. بس بعد العذاب ده قدرنا نوصل للايه، الديزاين بتاعنا ده الى حد ما ديزاين برضو معقول، قدرنا نوصل فيه، اتعلمنا فيه حاجات كتير قوي بتاعت سي اس اس كتير. بس انا عايز برضو اتكلم على حاجه، تبقى ايه ممكن الاسايد ده حتى نخلي الكلام بتاعه بيبقى دايما بيبقى الاسايد ده ممكن يحط له خصائص كتير، يعني ممكن الصوب بعد اذنكم هو عايز الاسايد يبقى ليه شويه تاثيرات مختلفه، فممكن انا اثر على التأثير، يعني اثر شويه حاجات كده، مثلا ممكن اخليه دايما بيبقى دايما بيبقى دايما بولد، دايما بيبقى ايتاليك، دايما بيبقى، يعني ممكن اقدر اظبط فيه شويه ايه، شويه خصائص. فعادي بقى يعني المفروض انت خلاص، فهو جاي هنا قايل له ايه، وعايزين نظبط الاسايد، بس الايه الباراجراف اللي جوه الايه، اظبط خصائص للباراجراف اللي جوه الاسايد بتاعي. ممكن اقول له مارجن الهامش بتاعه 15 بكسل مثلا، عشان كان لازق على الاخر خالص في الاطراف صح ولا ايه؟ ملاحظين الكلام ايه؟ ملزق على الاخر، عامل ريفريش طبعا، خلاص بقى سايب بين 15 و15 وسع شويه. وفي نفس الوقت ممكن اقول له الكالر بتاعك اغير لونه، والكالر مكتوب بالاسود، ممكن اللون الاسود مش ماشي معانا قوي، ممكن اخليه ابيض، مش عارف هيبقى حلو ولا لا لو ابيض، واعمل ريفريش يعني، ممكن اعمله بولد، اظبط نفسي الفونت ويت، اعمله بولد، وممكن الفونت، الفونت ستايل، فونت ستايل اعمله مش فونت ستريتش، فونت ستايل اخليه ايتاليك. اصل دايما الاسايد ده زي ما قلنا بيبقى كلام كده على الهامش يعني، فاهم ازاي؟ فدايما بيبقى واخد ايتاليك كده زي كده يعني، كلمتين كده على الجنب يعني، بديك معلومه كده. المهم يعني الى حد ما، بس طبعا اللينكات في الشكل الابيض كده مش حلوه بصراحه، لما نيجي نقف عليها تبقى باللون ده، بس هي ممكن تكون طالعه بالكلمه نفسها تطلع باللون ده، اما نيجي نقف عليها تحول اللون الابيض افضل مثلا صح؟ لكن شكلها الابيض كده حره كده بصراحه مش حلوه خالص. فقوم رايح كده، تعال نشوف الناف جوه اللينك العاديه، الناف في الحاله لينك العاديه بلوك ومش عارف ايه وبتاع، يديها برضو ايه كلر، خلي اللون بتاعها اللون الغريب اللي احنا ايه مثبتين عليه الشغل بتاعنا ده، ده اللينك العاديه والفيزيتد عادي، اللينك العاديه والفيزيتد الاثنين، عامل فريش اهو، وتيجي تقف عليها تبقى طالعه كده ماشي، بتهيألي كده اظرف شويه خلاص. حلو قوي، فاضل لي بس الصوره، الصوره بتاعتي عايز يعني اديها بوردر خلاص، وممكن اخليها تبقى مايله سنه عادي مش مشكله، اروتيتها يعني. فاروح اخر حاجه عندي اظبطها الايمج وخلاص، مش فيانا كده، ده شبعني خالص. هي طبعا الايمج دي جوه ايه، تعال نشوف كده، مش فاكر كانت جوه ايه، عشان لو حطينا صوره تانية ما تضربش معانا بنفس التنسيق. كان جوه ارتكل؟ لا مش جوه ارتكل كده، كان الارتكل جوه حاجه، جوه تيبل، ايمج جوه تيبل، جوه هيدا، جوه ارتكل، ده مشوار يا عم الحاج. اقول له الايمج وخلاص، ولو احتاجنا حاجه تانية يبقى نظبطها بعدين خلاص. هما الصورتين او الثلاث صور بتوع الارتكل بس هظبطهم كلهم، ان لازم يكون ليهم بوردر
البوردر مثلا كلر نديها لون كده البوردر كلر يبقى واخد لون، وممكن اخليه لون مثلا غامق بس مش قوي، مش عارف اختار ايه بصراحه. ساعات كده ما تختار كده بالصدفه بتطلع حاجات حلوه ما تعرفش ازاي من غير ما تدقق قوي يعني ما تتعبش قلبك يعني. واقول له البوردر نعم لا مش باتم، لا مش الباتم بس، انا عايز البوردر ايه كلر كله. واقول له برده البوردر بوردر ستايل مثلا، ستايل بتاع البوردر مثلا ممكن اخليه جروف مثلا، برخي مثلا ايه دبل وخلاص ماشي. شكلها اشك شويه يعني من اللي احنا كنا عايزين نعمله فيها. ممكن نعمل لها شادوينج، وممكن نعمل لها ايه لازم نطلع. لازم صوره يبقى فيه شادوينج يعني. ممكن نعمل لها ريديوس بوردر. يا سلام يا سلام، اخد الريديوس برضو اخلي الصوره يبقى طالعه ايه او مسايل كده واشوف هيبقى عامله ازاي. عامل فيش تمام شغال خلاص. ممكن نعملها شادوينج هتبقى احلى كمان شويه. الحاجات دي بتبان مع الصور وتبقى افضل يعني. ادور على الشادوينج فين هي، ادي البوكس شادو اهو صح، والترانسفورم بالمره يعني جت على الترانسفورم من يعني عيوجها سنه يعني ما هي ظابطت. قوم جاي هنا وعامل ايه بيست، اخلي الشادوينج جوه هو مش عايز اركز فيه. عامل ريفريش، لا لا مش للدرجات دي، 45 كتير قوي، 45 كتير جدا يعني. يكفي يكفي مثلا 4 مثلا او 5 ولا ايه، هي تبقى ميل بس بسيط احسن، الصوره هتبقى شكلها مش هتبقى ضايعه خالص. تمام كده شغال. ممكن برضو الشادوينج اهو مفيش مشكله، شكله لذيذ الشادوينج ولا ايه ايه ممكن بس تكبر شويه متهيألي الويتس والهايت بتاعها مش قد كده، مش عارف احنا كنا ظابطين لها ويتس وهايت، كنا ظابطين لها هنا في الكود هنا ويتس وهايت، دي مشكله دي. بلاش نظبط من الايه من الكود، نظبط من عندنا احنا احسن، نظبط من الستايل بتاعنا احنا احسن. ولا اخليها من الكود يا عم، خليها من الكود ليه بقى؟ عشان ممكن احط صور ثانيه كمان شويه كلهم هيبقى حجم واحد كده تبقى عامله لنا مشكله صح. لو كانت الصور كلها بتاعت الموقع كلها بحجم واحد ده تبقى كارثه طبعا، مفيش حاجه اسمها كده. فتقول خلاص خليها 100 بس ممكن نزودها شويه، نخليها 120 مثلا. نعمل ريفريش بقت معقوله دي. اللي فوق برضو تزيد تبقى 120 هتبقى برضو جميله. اللي فوق في الارتكل الاولانيه يعني، افتح الارتكل الاولانيه واقول له الصوره بدل 100 و100 خليها 120 100 وايه 120 120 تمام كده بقى شكلها كويس. والاب بتاعت الاسايد دي 100 حلوه معقوله، بس ممكن نزقها خلاف النص مثلا او حاجه. ايه مش سامع واحد بس يكلمني ماشي. الاسايد كله هو عايزه يخليه محذف في النص في السنتر، وعايز يخلي الاسايد كله محذف في النص. فخش على الاسايد فين، اسايد باراجراف اهو، واقول له ايه التكست الاين نخليها ايه سنتر. اعمل فيش الكلام بقى سنتر، بس دي الصوره طبعا مالهاش دعوه بالتكست اونلاين. ممكن نعمل لها ايه مش حاجه اسمها ايمج اونلاين، ممكن نقول له الاسايد اللي جواها اي ام جي خلاص كده، واقول له ايه ايمج الاين. ما فيش ايمج الاين ايه اديها بقى اديها. ممكن ممكن اقول له مثلا ايه طالما مش جايه معايا كده، معلش انا اسف الكود طار مني.
طالما الايمج اسايد مش موجود ممكن اقول له اعمل لها مارجن مثلا حواليها فالمارجن يسنطر او مارجن مش شمال بس اقول له مارجن داش ليفت وده مثلا 10 بكسل كده مثلا فجاه تتزق كده ايه عامل فيش تزق جوه سنه اقول له 10 ما طلعتش مش مكفياك خليكي 25 30 30 تمام كده وبكده وبكده نكون ظبطنا الديزاين بتاعنا متهيألي تقريبا وصلنا للي احنا كنا متخيلينه الى حد كبير ممكن بقى نحط صور نحط حاجات تانية كتير بس انا دلوقتي وصلت للديزاين الرئيسي اللي انا عايز بقى ده كده ديزاين HTML5 كامل ومية مية بس انا عايز اشوف في حاجة يعني عرض الشيت ده ماشي لكن ما كده نكبر الديزاين بقت يعني الشيت كله مت ايه متحازة شمال نعمل ايه الستار كله يعني الستار كله الستار كله جوه بلوك وخلي البلوك ايه ازاي اقول له ازاي في النص اقول له مثلا البادنج بتاع المشكله كذا طب ما كده هيبقى ثابت ماشي مع الصفحه لو زادت هو ايه اللي ماسك الصفحه في هيدر وديفات الكونتينر صح انا عايز اخلي البادي كله يبقى في الايه لا ماشي البادي ممكن اتش ام ال فايل اتش ام ال فايل كله ممكن فايل ممكن اجي نقطه واعمل اتش ام ال وجاي ظابط له الخصائص بتاعته بس ايه بقى الخاصيه اللي خليني انا ممكن اجي كده اقول له ليفت بتساوي مثلا 20 بكسل فايه اللي هيحصل الشيب بتاعك هيتزحزح لان ازاي مش اتش ام ال البادي في البادي مش في اتش ام ال واقول له ليفت ايه 20 بكسل مش عايز ليفت ليه ليفت 40 مش عايز يلف معايا ماشي هتذكرها فمش مشكله ان انا دلوقتي يبقى ايه نبقى نشوفه مره واحده اقول لكم خاصيه اسمها كذا المهم ده البوزيشن بتاعك ده مش مشكله دلوقتي بعد ما عملنا الصفحه دي كده صفحه اتش ام ال طبعا تقدر تاخدها تشتغل بي اتش بي ماشي تقدر تاخدها تشتغل اس بي ماشي تقدر تاخدها تشتغل اس جي اس بي ماشي تقدر تاخد تشتغل بقى يعني جافا سي شارب في بي خلاص لان كل ده بيور اتش تي ام ال خلاص هنشوف بقى نستخدم